بسم الله، نكمل البنسلين. احنا قلنا البنسلين بيتكون في سب جروب للبنسلين، في اربع انواع للبنسلين. اول حاجة البروتوتايب خالص، اللي هو اول حاجة اتصنعت هي البنسلين. ده الاختصار بتاع البنسلين، البنسلين جي والبنسلين في. بعد كده، وده بيسموه نورو سبيكتروم. يعني ايه سبيكتروم؟ يعني المدى اللي بيغطيه البنسلين من ال من البكت اللي بيغطيه البنسلين او اي انتي بيوتيك من البكتيريا. سبيكتروم، فده نورو سبيكتروم. وطبعا ده بنسلينيس سنسيتيف، يعني لما بيطلع من البكتيريا بيتا لاكتاميز عشان تكسره بيتكسر. فانا قلت انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اطلع نوع من البنسلين ما يتكسرش بالبيتا لاكتاميز. قال لك سهل جدا، فجيت مكون حاجه اسمها الانتي ستاف بنسل او الانتي ستافيلوكوكال بنسلين. دوت فيري نارو. انا مش عايز العب على السبيكتروم اللي بيغطيه، عدد البكتيريا اللي بيغطيها، قد ما بلعب على ايه؟ انه يكون بنسلينيز ريزيستنس. يعني لما البكتيريا تطلع بنسلين، لما البكتيريا تطلع بنسلينيز عشان تكسر البنسلين، هو يواجهها. واكتر بكتيريا هي الستاف، عشان كده سميت المجموعه دي انتي ستاف اوريوس او انتي ستافيلوكوكال بنسلين. ودي فيري نارو. زي ايه؟ زي البنسلين اللي هو الاغنيه. ايه الاغنيه؟ اللي اسمه اوكس كلوكس دي كلوكس. وعندك بقى اللي هي اوكس سيلين كلوكس سيلين دي كلوكس سيلين. ودول كلهم جايين اصلا من بروتو تايب. يعني اول واحد في المجموعه كان اسمه ميس سيلين، عشان كده حتى المجموعه دي اللي استاف نفسها برضو غيرت منها من شكلها وعملت ريزيستن ليها، فسموها ميرسا. يعني ايه ميرسا؟ يعني ميس سيلين ريزيستن ستاف اوريوس. قبل ما يكون في ميرسا كنا بنعالج الاستاف بالايه؟ بالفيري نارو بنسلين. فيري نارو سبيكتروم بنسلين، اللي هو النفس سيلين والناف كمان. حتى الناف بيوز فور ستاف، الناف فور ستاف، اللي هو اوكس سيلين كلوكس سيلين دوكلوكس سيلين ميس سيلين ونفس سيلين. هي ديت المجموعه الانتي ستافلوكوكتل اللي هي بنسلينيز ريزيستنس، وهي دي المجموعه الوحيده اللي في البنسلين اللي بنتكلموا عنه الريزيستن. الباقي كله سنسيتيف. ايه الباقي كله؟ اللي هو اول واحد البروتوتايب اللي هو البنسلين جي وفي. كمان في مجموعتين تانيين غير المجموعتين دول. ايه المجموعتين التانيين؟ قال لك انا كونت واحد البروتوتايب، اتنين جيت عامل واحد ضد الستاف ففيري نارو قوي لكنه بنسلينيز ريزيستنت، فانا عايز بقى اعمل وايد سبيكتروم شويه. فعملت الوايد سبيكتروم ان انا حطيت الامينو جروب على البنسلين، فبقى عندي امينو بنسلين اللي هو الام بسلين والاموكس سلين اللي هو الامينو بنسلينز كلها. ام بسلين والاموكس سلين اشهر اتنين فيها. بعد كده عملت فيري وايد. الفيري وايد ده بيسموه اكستندد، اللي هو مضاد البكتيريا واسع المجال، اللي هو اكستندد سبيكتروم. اكستندد عشان بيشتغل كمان على الجرام نيجاتيف. احنا قلنا الجرام بوزيتيف هي اكتر حاجه بيشتغل عليها البيتا لاكتام اللي بتشتغل على السيل وول. ليه؟ لان البيتا لاكتام بتشتغل على البيبتايدوجلايكان. تاني، البكتيريا بتكون من سيل وول، السيل وول ده بيتكون من بيبتايدوجلايكان اللي هو دي ألا دي ألا دي ألا دي ألا ومعاه جلوكوز، بيشتغل عليه ترانسبيبتايديز انزيم عشان يعمل كروس لينك. فأي حاجة فيها بيتا لاكتام بيشتغل على الحتة دي اللي هي البيبتايدوجلايكان. وقلنا الجرام نيجاتيف ما فيهاش بيبتايدوجلايكان كتير، وبالتالي لما أنا حبيت أعمل اكستندد سبيكتروم كنت بشتغل أكتر على الجرام نيجاتيف. بقى كنت بدخل معايا الجرام نيجاتيف مع الايه؟ مع الجرام بوزيتيف اللي انا بشتغل عليهم. فمن ضمن الجرام نيجاتيف السودوموناس، والسودوموناس صعب جدا تواجهها، فعشان كده سميت الاكستندر سبيكتروم انتي سودومونال
بنسلين، لان انا اشتغلت على السلومونس، ده ديت حاجه عظمه. يبقى عندنا 4 سب جروب من البنسلين، البروتوتايب اللي هو البنسلين جي وفي اتكلمنا عنه، الفيري نارو اللي هو الانتي ستاف وهنتكلم عنه، الوايد اللي هو اللي حطيت امينو جروب وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي، واكستندر اللي هو فيري وايد بقى اشتغل على السيلومونس انتي سيلومونس. الوايد بنسلين اللي هو حطيت الامينو جروب بيسموه بنسلينيز سنسيتيف بنسلين. ليه سنسيتيف؟ لانه هو اتصنع بعد ما واحد تاني اتصنع اللي هو الريزيستنس. طب انا صنعت واحد ريزيستنس، فلما صنعت الامينو جيت مسميه بنسلينيز سنسيتيف عشان اخلي الناس تاخد بالها ان برضو ده سنسيتيف، وبعد كده الانتي سيلومونال سنسيتيف برضو بنسلينيز سنسيتيف، يعني بيتاثر بالبنسلينيز وبيتكسر بالبنسلينيز اللي بتطلعه البكتيريا عشان تعمل ريزيستنس ضد. اهو حتى لما اقول الميكانيزم اوف الريزيستنس قبل ما اتكلم في اي حاجه هيقول لك الريزيستنس بالبنسلينيز اللي هو بيتا لاكتاميز، يعني بيروح يكسر البيتا لاكتام رينج اللي في البنسلين ده، بيكليفج او بيكليف البيتا لاكتام رينج. ايه بقى البنسلينيز سنسيتيف بنسلين دول؟ ودول اصلا معروفين اكتر بالامينو بنسلينز اللي هم اموكسيسيلين امبسيلين، اموكسيسيلين امبسيلين. ايه الفرق ما بين الاموكسيسيلين والامبسيلين؟ اموكس هو اللي فيه الاو، عشان بيتاخد اورال، يبقى اللي فيه الاو هو اللي بيتاخد اورال، انما الامبسيلين بيتاخد اي في. تقول لي ليه بيتاخد اي في؟ عشان هو له بور بايو افيلابيليتي. يعني ايه بور بايو افيلابيليتي؟ يعني لما بدخله عن اورال بيمتص بصعوبه، واللي بيدخل الدم من اللي انا دخلته الجي اي تي بيبقى نسبه قليله جدا، وبالتالي باخدوه اي في على طول، يدخل الدم على طول من غير ما يتنقل بالجي اي تي. يبقى اموكسيسيلين اللي فيه او هو اللي بتاخد اورال عشان له هاير اورال بايو افيلابيلتي، انما الامبسيلين اي في لانه له بور بايو افيلابيلتي، والاثنين اسمهم امينو بنسلين، يعني ضفت عليهم الامينو جروب. ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ الميكانيزم اوف اكشن هو نفس الميكانيزم بتاع البنسلين البروتوتايب العادي. يعني ايه؟ يعني هو دي الا انالوج، فالترانس بيبتايديز اللي بيروح للدي الا دي الا بتاع البكتيريا عشان يعمل لها كروس لينكينج بيروح للدي الا دي الا الانالوج بتاعها اللي هو البنسلين او الامينو بنسلين اللي احنا بنتكلموا عنه، فيمنع الكروس لينك. ادي السين. طب ايه بقى ازاي انا عملت وايد سبيكتروم؟ ازاي انا زودت السبيكتروم بتاعي وخدت جرام نيجاتيف اكتر؟ احنا قلنا ان الجرام نيجاتيف بيكون فيها اوتر ممبرين، انر ممبرين، بيري بلازما في النص، وبالتالي صعب يدخل البنسلين جواها، بيدخل من خلال البورين. وبالتالي انا لو قدرت اصنع حاجه تعمل بنتريشن للبورينز تشانل دي اكتر من البنسلين يبقى انا وايدر سبيكتروم. يبقى ده بيعمل ايه؟ ده بينتريت البورينز تشانل مور زين البروتوتايب بنسلين. يبقى هو سيم از البنسلين وايدر سبيكتروم لانه بيعدي البورين تشانل اكتر. قال لك هو بنسلينيز سنسيتيف، وقلنا ان البنسلين كل انواعه سنسيتيف ما عدا نوع واحد اللي هو الانتي ستاف. تمام. طب طالما هو بنسلينيز سنسيتيف ادي معاه البنسلينيز انهيبيتور او البيتا لاكتاميز انهيبيتور اللي قلنا بنختصروها في كلمه كاست، كلافيولونيك اسيد، افي باكتام، سال باكتام، تيزو باكتام، كلافيولونيك اسيد او الباقي عشان بروتكت اجينست الدستراكشن بالبيتا لاكتاميز او اللي هو بنسلينيز. تمام. طبعا في السوق اموكسيسيلين محطوط عليه كلافيولونيك اسيد. اموكسيسيلين احنا عندنا الاموكسيسيلين المجموعه دي والامبسيلين، صح كده؟ فالاموكسيسيلين حطيت عليه الكلافيولونيك اسيد، طبعا مش هقول اسامي تجاريه، اموكسيسيلين وحطينا عليه الكلافيولونيك اسيد. ليه؟ عشان نعالج الاوتيتس ميديا الريزيستنت. هو الاوتيتس ميديا ده مين الموست كومن اورجانيزم اللي بيعملها؟ موست كومن كوز اوف الاوتيتس ميديا از ستريبتنيموني، ده جرام بوزيتيف اهو.
بس في انواع تانية بتعمل اوتيتس ميديا وبتكون ريزيستنت للادويه. فلما الاقي عندي اوتيتس ميديا يعني في التهاب في الايه في الاذن الوسطى، حتى بتبقى معروفه ان التمبانيك ميمبرين اللي هو طبله الاذن بتكون بلجين زي ما تكون زقه لبره كده عشان الديستشارج ايه زايقها. ما هو في انفلاميشن، في انفكشن، يبقى في انفلاميشن، يبقى في ايه في اكزيديت مثلا او بكتيريا او في ديستشارج، يعني في ديستشارج. فهتلاقي التمبانيك ميمبرين بلجين وهتلاقي بين في الايه في الاير. اعالج الاقي ريزيستنت للعلاج، فالريزيستنس اوتيتس ميديا بعالجها بالاموكسيسيلين مع الكلافيولونيك اسيد. الامبسيلين بيتاخد مع السلباكتام، السلباكتام طبعا دول ودول اسمهم ايه بنسلينيز انهبيتور، بيتاخد مع السلباكتام والاثنين دول بيتاخدوا اي في. ليه ليه بتاخد اي في؟ ما عشان قلنا الامورال، انما الامبسيلين اي في عشان بور بايو افيلابيلتي. بيتاخد اي في في السيرجيكال انفكشن، يعني ايه؟ يعني انا عملت سيرجري وطبعا فتحت، فلما بقفل لقيت في ايه في الوند اللي حصل في انفكشن. طالما في انفكشن بسبب سيرجري يعني سيرجيكال انفكشن، ادي امبسيلين مع السلباكتام، امبسيلين سا سا سلباكتام سا 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 سيرجري، اهو اس مع الاس، سلباكتام في السيرجري. امبسيلين مع السلباكتام بيتاخد اي في في السيرجري، لكن ممكن اخدهم اورال في حاله واحده مش الامبسيلين، اموكسيسيلين. الاموكسيسيلين بيتاخد اورال مش في حاله واحده، قصدي يعني في ايه في الاموكسيسيلين بيتاخد اورال. لما عاوز ادي اورال من المجموعه دي ادي الاموكسيسيلين، تمام؟ بدي خصوصا في الاوتيتس ميديا ريزيستنت كيسز، وهنا اي في في الايه سيرج سلباكتام سيرجيكال انفكشن. ليه بدي الاموكسيسيلين؟ عشان هو هاير بايو افيلابيلتي. اهو قال لك هنا الاموكسيسيلين هاز جريتر اورال بايو افيلابيلتي، اورال يبقى او اللي هي الاو اموكسيسيلين زين الامبسيلين، تمام تمام. طب انا المفروض بغطي ايه من البكتيريا؟ المفروض بغطي الجرام بوزيتيف عشان انا بشتغل على السيل وول. قال لك اه، لكن انا هنا عملت وايدر سبيكتروم بان انا عملت ايه دخلت بالبرين تشانل اكتر شويه، يعني قدرت ابنتريت البرين تشانل اكتر، فاشتغلت على الجرام نيجاتيف شويه. ايه الجرام نيجاتيف اللي اشتغلت عليهم؟ هي هيلبس متجمعه في كلمه هيلبس، بس هنا الكيبورد علق شويه، يعني في ايه اتش اتش 2 اي و2 اس في كلمه هيلب. الاتش هيموفيلس انفلونزا، اتش الثانيه هيليكوبتر بايلوري. طبعا عشان بس ما ننساش، الهيموفيلس انفلونزا دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل اوتيتس ميديا اهو، وبتعمل ريزيستنت كيسز اوف الاوتيتس ميديا. فعشان كده في الريزيستنت كيسز بدي الامبسيلين او الاموكسيسيلين لانه بيغطي الهيموفيلس انفلونزا. ريزيستنت كيسز اوف اوتيتس ميديا بدي الامبسيلين عشان بيغطي الهيموفيلس، وهي اللي بتعمل اوتيتس ميديا ريزيستنت للادويه. وبتعمل كمان ريسبيراتوري تراكت انفكشن. الاتش الثانيه هي الهليكوبتر بايلوري، وهنا في الايه لما قلنا في الكواد سيرابي الاوميبرازول في التريبل سيرابي الاوميبرازول المترونيدازول الاموكسيسيلين الكلاريسروميسين الايه الاموكسيسيلين، يبقى هو بيشتغل في التريبل سيرابي بتاع الاتش بايلوري. الاي ايكولاي، الايكولاي بتعمل ايه؟ يو تي اي، اليو تي اي ايكولاي، الايكولاي يو تي اي معروفه يعني. الاي الثانيه انتيروكوكاي، ال الاستيريا، وخلي بالك الاستيريا دي جرام بوزيتيف، هي الوحيده جرام بوزيتيف اللي فيهم جرام بوزيتيف. وبتعمل ايه الاستيريا؟ الاستيريا بتعمل نيونيتال مننجايتس. هو المننجايتس اصلا انا بدي ايه؟ احنا قلنا المن اللي هي الرجاله
بيكون عندهم تروي سيبس، عضلة التروي. فالمينينجايتس بدي سيف ترويد زون اللي هو ثيرد جينيريشن سفالوس وورم، هنتكلم عنه قدام. يبقى المينينجايتس بدي له سيف ترويد زون، لكن لو عارف ان المينينجايتس دي بسبب الليستيريا فالسيف ترويد زون ما بتعالجش الليستيريا. اول اربعة جينيريشن من السفالوس وورم ما بيعالجوش الليستيريا. فانا هاجي مدي معاه الامبسيلين. يبقى في النيونيتال مينينجايتس، الحته دي مهمه جدا جدا جدا، في النيونيتال مينينجايتس، طبعا مينينجايتس يعني التهاب في المينينجيز، التهاب في الاغشيه بتاعه الايه السباينال كورد والمخ اللي هي البيا ماتر والديوره والاراكينويد، حصل فيهم التهاب هعالج. بيبقى دايما البكتيريا بتتعالج بايه؟ بالسيفترايكسون، الا لو عارف ان هي بسبب الاستيريا بعالجها بالامبسيلين. اهو امبسيلين بيعالج ال ال، يبقى بيعالج هيموفيلس انفلونزا هليكوبتر بايلوري في التريبل ثيرابي، الايكولاي، ال انتيرو كوكاي. هو الانتيرو كوكاي ديت بتعمل ايه؟ الانتيرو كوكاي بتعمل سب اكيوت اندوكاردايتس وبتعمل يو تي اي. يو تي اي شبه الايه؟ شبه الايكولاي. يبقى انا عندي يو تي اي من الايكولاي او من انتيرو كوكاي، ممكن ادي امبسيلين. الليستيريا اللي بتعمل نيونيتال مينينجايتس، اللي بعالج النيونيتال مينينجايتس بالسيفترايكسون الا لو كان بسبب الليستيريا بدي معاهم امبسيلين. البروتياس ميرابيلس والسالمونيلا والشيجيلا، تمام. يبقى انا الكلينيكال يوز بتاع الامينو بنسلين ان انا بقى وايدر سبيكترم على بعض الجرام نيجاتيف ومعاهم الليستيريا. ايه الجرام نيجاتيف والليستيريا؟ اللي هم متجمعين في كلمه هيلبس، هيموفيلس انفلونزا هليكوبتر بايلوري ايكولاي انتيرو كوكاي والليستيريا بروتياس ميرابيلس وسالمونيلا شيجيلا. ايه الادفيرس افكت؟ هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. طب انهي نوع منهم؟ قال لك انهي نوع كتب لك الراش، اللي هو يعني الماكيلو بابيلر راش. احنا قلنا الماكيلو بابيلر راش بتحصل اكتر في الامينو بنسلين، ده اللي هي تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي، اتكلمنا عنه في الفيديو الاولاني. يبقى هو نوع واحد من الهايبر سنسيتيفيتي ممكن يحصل مع الامينو بنسلين، او يحصل اكتر يعني مع الامينو بنسلين، هو الماكيلو بابيلر راش، تمام. انما البنسلين جي قلنا حاجتين، هيموليتيك انيميا وانترستيشيال نيفرايتس. تاني حاجة ممكن تحصل سودو ممبرينس كولايتس، اللي هي قلنا ان بتدخل، قلنا توازن بين الفلورا والبكتيريا الوحشة. الفلورا هتموت بسبب بعض انواع الانتبيوتك، فالبكتيريا الوحشة تزيد اللي هي الكوليستريديوم ديفيسيل، تزيد تبوظ الانتيروسايت وخلايا الجي اي تي، تعمل فيها الانفلاميشن كولايتس اهو. فتلاقي الخلايا شبه ما تكون ممبرين كده، لو يدوبك لو ايه بيتقشر كمان، وممكن ينزل دم كمان، تشوف البلاد فيسلز نازل منه دم. سودو ممبرينس كولايتس بيبقى لونه ابيض لما بتعمل منظار اندوسكوبي. المهم هتلاقي دايريه بعد انتبيوتيك. قلنا بتزيد امتى سودو ممبرينس كولايتس؟ سي بي كيكي، سي فالوسبورين، بي نسلين، واكترهم الامينو بنسلين، تمام. كيكي اللي هي كينولونز كليندامايسن، دول اللي بيحصل معاهم سودو ممبرينس كولايتس. الريش اللي هو الماكيلو بابيلر الريش، قلنا الريزيستنت بالبيتا لاكتاميز. يبقى بيحصل سودو ممبرينس كولايتس، بيحصل ماكيلو بابيلر الريش، ممكن يحصل ستيفن جونسون، هو مش كاتبها ودي غلط انه ما كتبش الحته دي، لان احنا قلنا ستيفن جونسون سندروم والايه والتن اللي هي السيفير فورم بتاعها بيحصل مع ايه؟ مع الصلفة جروب والامينو جروب. الصلفة اللي هي السلفونامايد، وامينو اللي هي امينو بنسلين، ومعهم السفالوسبورين. يبقى في نوعين من الايه هايبر سنسيتيفيتي، الراش اللي هي الماكيلو بابيلر راش وستيفن جونسون. هو ما قالش عشان راش اللي هي حاجتين، ماكيلو بابيلر وستيفن جونسون. بعد كده بنتكلموا عن البنسلينيز ريزيستنس. ايه البنسلينيز ريزيستنس؟ اللي هي اللي قلنا ايه، احنا خدنا البنسلين جي وفي البروتوتايب وجينا يدوبك لقيناها سنسيتيف، جينا جبنا واحده ايه ريزيستنس، قلنا ديت بتبقى فيري نارو، اقل من البروتوتايب
ولكن بتبقى ضد الاستاف، صح كده؟ صح كده. فبنسموها انتي ستافيلوكوكال بنسيلينز. وهم ايه الاغنيه؟ اوكسيكلوكسيد كلوكس، اوكسيكلوكسيد كلوكس، ومعاهم الكبير بتاعهم هو الميسيسيلين، بس ما بقاش بيشغلوه ليه؟ مع ان ده البروتوتايب الميسيسيلين، علشان السايد افكت بتاعته كانت عاليه وبيعمل نفرايتس جامد، وان كان الباقي بيعمل نفرايتس، يعني هو انترستيشال نفرايتس، لكن كان اكترهم هو الميسيسيلين. بنستخدم دلوقتي اوكسيكلوكسيد كلوكس ومعاهم ناف سيلين. طب ليه ناف؟ عشان الناف في الاستاف، يوز الناف فور الاستاف، يوز الناف سيلين فور الستافيلوكوكل. ليه؟ علشان الاستاف بتطلع بنسلينيز، وده بنسلينيز ريزيستنس. جميل. الميكانيزم نفس الميكانيزم بتاع البنسلين، هو بيشتغل كدي الا دي الا انالوج، فبالتالي بينهبت الترانسبيبتايديز، بينهبت الترانسبيبتايديز، فيبوظ السيل ممبرين بكتيريسايدال. تمام. يبقى بس ده نارو سبيكتروم. ليه؟ لان بيشتغل على الاستاف بس. بنسلينيز ريزيستنت بيكوز بالكي ارك جروب. ليه بقى هو بنسلينيز ريزيستنس؟ عشان لو قلنا دي البيتا لاكتام اهي، هو جه عامل تركيبه بحيث حاجه تحوطه ار جروب. تمام. بالكي سايد تشين ار جروب، عارف انت السي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش اللي هو الحاجات دي بيسموها ار جروب، فهو جه مزود ار جروب كتير قوي عشان يحوطه، فالبنسلينيز ما يعرفش يدخله. يبقى بالكي سايد تشين ار جروب. ازاي هو كان بنسلينيز ريزيستنت؟ عن طريق البالكي ار جروب، بالكي سايد تشين ار جروب، فبالتالي بيبلوك الاكسس اوف البيتا لاكتاميز تو البيتا لاكتام رينج. بيعالج ايه؟ الستاف اوريوس معيدا الميرسا. ليه؟ لان الميرسا اصلا من اسمها ميسيسيلين ريزيستنس، ده الستاف اوريوس جت مغيره الحته اللي بيمسك فيها البنسلين، هو بيمسك في ايه؟ في الترانسبيبتايديز، هي غيرت الترانسبيبتايديز ده اللي هي الايه؟ الميرسا. يبقى انا عملت انتي ستافيلوكوكال بنسلين، جت عامله ريزيستنت ومسميه نفسها ميرسا. عملت ريزيستنس ازاي؟ غيرت الترانسبيبتايديز، وقلنا الترانسبيبتايديز ده هو هو المكان اللي بيمسك فيه البنسلين، فسميته بنسلين بايندينج بروتين. يبقى هي غيرت البنسلين بايندينج بروتين اللي هو الترانسبيبتايديز انزيم اللي بيعمل كروس لينكينج. تمام. يعني هل هي عملت ريزيستنت بالبنسلينيز؟ لا، ما هو اصلا ده بنسلينيز ريزيستنت بنسلين، يعني النوع انواع دي من البنسلين هي بتعرف تشتغل لو حتى البكتيريا طلعت بنسلينيز. امال هي عملت ريزيستنس ازاي؟ ان هي غيرت المكان اللي بيمسك فيه البنسلين ده اللي هو البنسلين بايندينج بروتين اللي هو الترانسبيبتايديز. يبقى احنا كان عندنا البنسلين جي والبنسلين في البدايه، جينا مزودين البورين تشانل ايه بنتريشن اكتر باللي هي الامينو بنسلين اللي هو سميناه بنسلينيز سنسيتيف بنسلين. بعد كده عملنا جروب تاني اللي هو حطينا بقى بالك تشين على الجروب بنسلين جي وفي ده، بالك تشين اوف ايه؟ اوف ار جروب، عشان تبقى بنسلينيز ريزيستنت اللي هو اوكس كلوكس دو كلوكس ونفس سلين. فجت البكتيريا عامله ميرسا. تمام. انا هستخدمه في ايه؟ هستخدم الناف فور الستاف. طب مش معنى الاستاف، لان الاستاف كانت المشكله فيها ان هي بتطلع بنسلينيز، فانا هستخدمه ضدها. طب الاستاف اصلا كانت بتعمل ايه؟ يعني ايه الامراض اللي انا هستخدم فيها اوكسيسيلين او ديكلوكسيسيلين او نفس سيلين؟ الامراض اللي هي بتيجي في السكن اللي بتعملها الاستاف، زي مثلا امبيتايجو. ايه الامبيتايجو ده؟ لما قلنا امبيتايجو كونتاجيوزا عباره عن بولس او بولي اللي هي زي ما تكون كره منفوخه الجلد اتنفخ كده، وفي ديستشارج لو يا دوبك اون جنتل ايه بريشر الاقيه فرقع وعمل هاني كراست، هاني كراست كلر او كراست هاني كلرد هاني كراست، يعني حتت كده شبه العسل، ديستشارج شبه العسل ملزق كده على الايه على الـ على الـ على بق المريض، امبيتايجو كونتاجوزا. او التهاب مثلا سيلولايتس
او في الفوليكل، الهير فوليكل لما يعمل لها انفلاميشن برضو يعمل فوليكيولايتس. يبقى لو عمل ديمل برضو اللي هو البويلز، لو عمل ابسس يبقى ابسس سوليلايتس اللي هو انفلاميشن بتاع السبكوتينيوس فات والديرمس، الحته اللي تحت الجلد على طول لو حصل فيها انفلاميشن اسمه سوليلايتس بسبب الستاف. سوليلايتس فوليكولايتس امبيتايجو كونتاجوزم، لو عمل فاكر انت التريبل اس اللي هي ستاف سكولد سكين سندروم اللي هي برضو عباره عن راش بسبب الستاف، بيبقى الطفل شبه ما تكون جلده متسلخ كده يعني ايه بيتقشر، بيحصل له ديسكواميشن ماشي. لما قلنا ايه ديفيوز ابيديرمال بيلينج، ديفيوز ابيديرمال بيلينج يعني ديسكواميشن، يعني الجلد ايه متشال كده في الستاف سكولد سكين سيندروم. يعني من الاخر ان انا هعالج ان بالحاجات دي كلها الامراض اللي بتعملها الستاف وخصوصا السكين ليجن تمام. طب احنا قلنا الاستاف بتعمل اكيوت اندوكاردايتس، الاستاف بتروح على الفالف بتاع الاندوكارديوم وتبوظه، لا ده انا هنا بقى هعمل كالتشر واتاكد ان ايه وهدي حاجه سبيسيفيك. يبقى في الاستاف اندوكاردايتس لا لازم اشوف الكالتشر الاول، لو قال الاستاف فعلا هي بسبب الاستاف هجمد بقى ايه النفسلين او الاوكسيسيلين او كده. هل دوت بيعالج الستريبت؟ اه هو بيكفر موست اوف الستريبت، يعني هو جرام بوزيتيف او نعم هو فيري نارو بس بيكفر الستريبت برضو. ايه السايد افكت؟ قلنا ان زي البنسلين جي وبنسلين في في حكايه الهايبر سنسيتيفيتي انه بيعمل انترستيشال نفرايتس، طبعا بنسلين جي وفي بيعمل هيموليتيك انيميا كمان بس ده بيعمل انترستيشال نفرايتس اكتر. ده تايب كام؟ تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي، انما الهيموليتيك انيميا كان تايب 2. المهم انترستيشال نفرايتس تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. قال لك انا كان عندي بنسلين جي وبنسلين في بيشتغلوا على الجرام بوزيتيف صح، فانا كونت امينو بنسلين علشان بنتريت البورين تشانل اللي موجوده في الجرام نيجاتيف، وبالتالي يبقى فيه وايدر سبيكتروم. لو جبت بقى للاكستندد سبيكتروم اهو اللي بنتكلمه عنه دلوقتي اسمه اكستندد سبيكتروم بنسلين، يبقى هي بنتريت البورين تشانل اكتر كمان من الامينو بنسلين تمام، يبقى هيشتغل على الجرام نيجاتيف اكتر، وخصوصا اصعب واحده في الجرام نيجاتيف هي السودوموناس، فعشان كده سميت المجموعه دي كلها انتي سودومونا البنسلين اللي هو بيبرا وتيكار، بيبرا سلين تيكار سلين، بيبرا سلين تيكار سلين. البيبرا سلين جايه من جروب، ده حته كيمستري يعني كده، اسم الجروب بيبرازين عشان تسال في اليورل ده. البيبراسيلين جاي من البيبرازين والتيكار سيلين جاي من الكاربوكسي بنسيلين. ده ايه؟ ده الكيمستري. بيبراسيلين من الجروب اسمه بيبرازين والتيكار سيلين كاربوكسي بنسيلين تمام. تمام بيشتغل ازاي؟ نفس الكلام، هو دي قلة دي قلة انالوج، بيشتغل على الترانسبيبتايديز او البنسيلين بايندينج بروتين، فيمنع الكروس الكروس ايه الكروس لينكينج، يمنع الكروس لينكينج فينهبت السيل وول فيبقى بكتيريا سايدل برضو. لكن هو بنتريت البورين تشانل اكتر من البنسلين جي وفي واكتر من الامينو بنسلين، وبالتالي يبقى بيستخدم في الجرام نيجاتيف اكتر وخصوصا جرام نيجاتيف رودز وخصوصا السودوموناس. في بعض الانواع البنسل الانتي سودومونا البنسلين بستخدم معاها بيتا لاكتاميز انهيبيتور. ليه؟ ما عشان احنا قلنا ان كل انواع البنسلين بنسلينيز سنسيتيف ما عدا نوع واحد اللي اتكلمنا فيه، قلنا ان هو بيبقى ريزيستنت اللي هو الايه اوكس كلوكس كلوكس، انما الامينو بنسلين والبدايه خالص البروتوتايب والانتي سودومونا كل ده بنسلين بنسلينيز سنسيتيف، فهدي معاه بيتا لاكتاميز انهيبيتور. في مثلا البيبروسيلين بستخدم معاه التازوبكتام، في برضو اسامي تجاريه مش هقول اسامي. التيكارسيلين بستخدم معاه الكلافيولونيك اسيد، كلافيولونيك اسيد، يبقى انا بستخدم معاهم الايه البيتا لاكتاميز انهيبيتور لان هم بنسلينيز سنسيتيف. هل بيشتغلوا على الجرام بوزيتيف؟ ايوه يا عم، احنا عملنا بس ايه تعديل ان هم يبنتريت البرين شانل، يبقى هم بيشتغلوا على الجرام بوزيتيف
او معظم الجرام بوزيتيف. وانا عملت البرونيت شانل ان هي بنتريت اكتر البرونيت شانل علشان تشتغل كمان على الجرام نيجاتيف، يبقى بتشتغل على الجرام نيجاتيف ومن خلالها السيلوموناس، لكن برضو بتشتغل على الجرام بوزيتيف بس ما بتشتغلش على الميرس. ليه؟ عشان الميرس غيرت المكان اللي انا بمسك فيه اصلا بالبنسلين كله، البنسلين كله بيمسك في البنسلين بايندينج بروتين، هي غيرته فعملت ميرسا اللي هي ميسوسيلين ريزيست، يبقى هي بكفر برضو الجرام بوزيتيف بس مش الميرس. طب ايه الادفيرس افكت هايبر سنسيتيفيتي؟ طبعا هو ما فيش نوع معين مشهور بيه البيبراسيلين او التيكارسيلين في الهايبر سنسيتيفيتي، فاحنا هنراجع. تايب 1 كان بيحصل ايه؟ انا اليرجيا وانافيلاكتيك. تايب 2 هيموليتيك انيميا. تايب 3 سيروم سيكنس اللي هي فيفر ارثرالجيا وراش او ارتكاريا. وتايب 4 قلنا ثلاث حاجات اللي هي ماكيلو بابيلر راش، ستيفن جونسون وتن، وثالث حاجه انترستيشيال نيفرايتس. تمام تمام. اخر نقطه ان السيدوموناس دي اصلا بتعمل ايه؟ يعني انا هعالج اللي المرض اللي يجي لي، فانا هعالج بيه بالبيبراسيلين او التيكارسيلين. لما يكون عندي مريض في المستشفى ان هوسبيتالايزد بيشنت وعنده بكتيريا ادت لبكتيريميا، البكتيريميا ادت لسبسيس وممكن يحصل له سيبتك شوك او جاله نيمونيا. ليه؟ لان السبسيس او السيبتك شوك والنيمونيا الاثنين بيحصلوا بسبب السيدوموناس غالبا. وكمان اغطي معاهم برضو لو في اي او في اي انفكشن باني روبس، يبقى هي بتغطي الجرام نيجاتيف رودز والجرام بوزيتيف ما عدا الميرسا طبعا السيدوموناس، وبالتالي هنا هوسبيتالايزد سيبسيس او نيمونيا والان ايروبس. طبعا الان ايروبس انا الفيرست ايد قال ايه؟ كانت بريث فريش اير، انا مش قادر اتنفس هواء ايه فريش، عشان يقول لك ان الان ايروبس بكتيريا هي الكوليستريديوم الباكتيرويدز الفيوسو بكتيريوم الاكتينومايسوس اسرائيل. تمام. اخر نقطه بقى خالص وننهي بيها هننهي بيها البنسلين، هي البنسلينيز انهبيتور. طب ما احنا اتكلمنا عنهم وقلنا ان هي كاست اللي هي كلافولونيك اسيد افي باكتام والسلباكتام وتيزو باكتام، اهي افي باكتام وكلافولونيك اسيد وسلباكتام وتيزو باكتام. تمام تمام. التيزو باكتام بيستخدم اكتر مع البيبراسيلين، والسلباكتام مع الامبسيلين، كلافيولونيك مع الاموكسيسيلين، والافي باكتام مع السيفتازيديم. السيفتازيديم ده نوع من السيفالوسبورين. طب ما السيفالوسبورين بيتا لاكتام فممكن يحصل لها انهبيشن بالبيتا لاكتاميز، فانا بستخدم مع السيفتازيديم افي باكتام. والسيفتازيديم ده برضو دي السيلومونز. هنتكلموا دلوقتي عن السيفالوسبورين. يبقى دي انواع البيتا لاكتاميز انهبيتور. يعني ايه؟ يعني كل البيتا لاكتام انتيبيوتيك. الانتيبيوتيك اللي بيبقى فيها البيتا لاكتام رينج، والبيتا لاكتام رينج دي هي اللي بتشتغل عن طريق ان هي تبوظ السيل وول. بتيجي جايه البكتيريا قبل ما البيتا لاكتام تبوظ السيل وول تطلع لها بيتا لاكتاميز انزايم تكسر بيها الانتيبيوتيك ده. فجيت انا مدي مع الانتيبيوتيك بيتا لاكتاميز انهبيتور اللي هم لافيولونيك اسيد افي باكتام سلباكتام تيزو باكتام، بتحطهم مع البنسلين انتيبيوتيك عشان نبروتكت الانتيبيوتيك من الدستركشن بالبيتا لاكتاميز. كده خلصنا البنسلين.